أهلا وسهلا بكل مشاهدينا اللي انضموا لنا في ساعتنا الثانية، ونبدأ دحين في موضوعنا الرئيسي واللي اخترناه اليوم مع بداية شهر نوفمبر لتسليط الضوء على مرض سرطان البروستات وآخر العلاجات اللي تخصه. لكن في البداية وقبل ما نتكلم طبيا، خلونا نتعرف سوا على تسمية هذا الشهر بموفمبر. مو نوفمبر، الكلمة مشتقة من كلمة نوفمبر ومو اللي هي مصطلح مختصر لكلمة موستاش أو الشوارب أو الشنب. في عام 2003 تم دمج الكلمتين مع بعض لرفع مستوى الوعي بهذا المرض، واستمرت من هذاك الوقت إلى الآن من كل سنة. وللأسف 47% من حالات هذا السرطان تجي للرجال ابتداء من سن 35. وطبعا في هذا الشهر حنشوف كثير من الناس أو بنشوف كثير من الناس والمشاهير يربوا شنبهم بطريقة ملفتة وما يقصوا طول نوفمبر للتعبير عن وقوفهم وتضامنهم مع المصابين بهذا السرطان اللي يعتبر سادس أنواع السرطانات المسببة للوفاة. خلينا نشوف هذا التقرير سوا، ومن بعده حنكون مع هاني في الرياض وآخر العلاجات والإحصائيات الطبية. من المعروف أن الشارب هو رمز الرجولة، ولذلك تم اختياره لحملة موفمبر اللي بدأت قبل 18 سنة بمسحة بين مجموعة شباب كان هدفهم التوعية بسرطان البروستات. وبسرعة زاد عدد المشاركين بهاي الحملة من 30 إلى 450 شخص، جمعوا وقتها 25 ألف جنيه استرليني لتطوير بحوث سرطان البروستات اللي يعتبر من أخطر أنواع السرطانات اللي تصيب الرجال. كثير مشاهير ورياضيين أصيبوا بهذا المرض، من بينهم الممثل روبرت دينيرو واللي اكتشف إصابته بعمر 60 سنة وقدر أنه ينتصر على المرض ويكمل بحياته. كمان الكوميدي الشهير بين ستيلر والبريطاني سير أيان ماكلين قدر وبعد صراع طويل مع المرض أنه يشفى منه، وفي غيرهم كتير كتار. سرطان البروستات مثله مثل غيره بيجي للأشخاص اللي عندهم تاريخ عائلي مع المرض، واللافت فيه أنه ممكن يصيب شباب بعمر 35 سنة وأقل، الأمر اللي بيؤدي لحالات اكتئاب شديدة وأحياناً انتحار خصوصاً في البلدان الأوروبية. لذلك لا تتأخروا وبادروا بالفحص المبكر. شكرا لرندا على هذا التقرير، واليوم خصصنا مشاهدين الحديث عن هذا المرض وكيف نقدر احنا نتفاداه. وكل يوم طبعا باذن الله خلال هذا الشهر او من خلال حلقات هذا الشهر نكون مع فقرات خاصه بسرطان البروستات وكل ما يتعلق فيه من معلومات واحصاءات وعلاجات. فخلونا الان مشاهدينا طبعا نستعرض معكم بعض المعلومات عن هذا المرض، وهو يعد من الامراض الاكثر شيوعا بين الرجال، لذلك يؤكد الاطباء دائما على ضروره الكشف المبكر عنه. واكبر عامل مشاهدينا من عوامل خطر الاصابه بسرطان البروستات هو العمر، واكثر من 75% من حالات سرطان البروستات لدى الرجال اللي يتم تشخيصها تزيد اعمارهم عن 65 سنة. وبحسب الخبراء مشاهدين، فالعامل الوراثي مسؤول عن 9% فقط من جميع حالات الإصابة بسرطان البروستات، وبالنسبة أو النسبة البقية والباقية تعتمد على نمط الحياة. مثلا يقول لك أنه الأمريكيين من أصل أفريقي يعتبرون أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستات بنسبة تتراوح من 30 إلى 50%، ويعيش 89% من الرجال المصابين بسرطان البروستات لمدة 5 أعوام على الأقل. معنا الدكتور حسام القضاء، استشاري أمراض بولية. أهلا فيك دكتور وحياك الله. طم لنا الدكتور من خلال الهاتف وبهذا اليوم الخاص لشهر التوعية بسرطان البروستات. دكتور حسام تسمعنا؟ سامعك. صباح الخير لك، صباح الخير للمشاهدين، وآسفين أنه ما ضبطش اليوم السكايب اتصال. ولا يهمك مع بعض. ولا يهمك يا دكتور. دكتور خلينا نبتدي معك بعيدا عن العامل الوراثي، كم هي نسبة العوامل البيئية اللي ممكن تسبب سرطان البروستات وإيش هي هذه العوامل؟ العوامل البيئية اللي ممكن يتأثر يتعرض لها الإنسان اللي بتزيد احتمالية إصابة بسرطان البروستات اللي ثبتت أنه لها علاقة هي الأكلات اللي غنية بالدهون، السمنة، قلة تناول الخضار والفواكه اللي فيها المواد المؤكسدة اللي بتخفف من احتمال الإصابة بالأورام. وثبت أيضا أنه تقدم العمر بزيد المشكلة أيضا، بزيد احتمال الإصابة بسرطان البروستات. دكتور ما هو العمر المتوسط اللي لازم يخضع فيه الشاب لفحوصات دورية؟
الناس اللي ما عندهم تاريخ مرضي او ما في تاريخ عائلي في الموضوع نبدا عاده بعمر ال 45 عام. الناس اللي عندهم تاريخ مرضي ممكن نبتدي اقل شوي، ممكن نبتدي من عمر ال 40. نعم، وهل هذا الفحص الدوري دكتور يكون مثلا كل 6 أشهر مرة ولا في زمن معين؟ والله شوف، أغلب الناس إحنا ندعو إنه يعملوا الفحص مرة واحدة سنويا. زي الشهر الماضي كنا ندعي النساء إنه يعملوا سنويا، يعملوا فحص الكشف المبكر عن أورام الثدي. نعم. الشهر هذا ندعو كل رجل عمره أكثر من 45 عام إنه يقوم بعمل الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا. الناس اللي عندهم ريسك أعلى مثلا لقينا بعض الفحوصات مش طبيعية في الفحص الأولي، ممكن نرجع رأيهم مثلا بعد 3 شهور أو بعد 6 شهور. نعم دكتور، ما مدى خطورة هذا النوع من السرطانات؟ الحقيقة خطورته عالية جدا. بيتميز سرطان البروستات أنه الوفاة من هذا السرطان هي قليلة، نسبة الوفاة منها قليلة، ولكن زي أي سرطان في الدنيا نسبة الشفاء أعلى بكثير لما الإنسان يكتشف في مراحل مبكرة. نعم. فمثلا يعني يحتل الآن المركز الثاني في العالم في عدد السرطانات. للأسف أنه عدد الناس اللي بيقوموا بالفحص الدوري هم قليل. نعم. فهدفنا من الكلام هو تقليل احتمالية أن يكتشف الناس في مراحل متأخرة. نعم. طيب دكتور، لو نتكلم تأثيره، يعني تأثير هذا السرطان على أعضاء أخرى في الجسم، لو لا سمح الله تطورت حالته وتفاقم، اللي تتطور، حكينا انه اكثر من 60% من الحالات اللي بنكتشفها بتكون منتشره او في مراحل متاخره، فبيكون انتشرت الى العظم. نعم. انتشرت الى حوالي البروستات في منطقه الحوض، فبيكون لها اثار جانبيه، انه مثلا الانسان ممكن عندهم الام في الظهر، يكون عندهم صعوبه شديده في التبول، دم في البول، ومشاكل اخرى ممكن تظهر مع الشخص، واخر شيء تنتشر في الجسم ممكن تاثر على الحياه. نعم دكتور، لو ايضا يعني تحدثنا عن ابرز طرق العلاج الجديده وما هي الحالات اللي تحتاج تدخل أو علاج كيماوي. الطرق العلاج الحديثة حقيقة إنه الآن زي ما حكينا، إحنا الناس اللي عندهم الورم فقط في البروستات هذولا ممكن نعملهم إما عملية جراحية بواسطة الآن بواسطة الروبوت أو المنظار، صرنا نعمل هذه العمليات، أو ممكن يأخذ إشعاع أو تجميد للورم اللي في البروستات بحيث إنه يتم علاجه في مكانه بالسابق. نعم. هو داخل الجسم. نعم. إذا طلع الورم من البروستات منتشر، بطل لوكالايز، صار ميتاستاتيك أو لوكالي أدفانس نسميه، اللي منتشر موضوعيا حوالي البروستات. نعم. هذول بحاجة عادة يستخدموا، ممكن يستخدموا الإشعاع مع بعض العلاجات الهرمونية. نعم. كل من الناس بلجأوا في النهاية للعلاج الكيماوي، ولكن الآن في علاجات حديثة سواء هرمونية أو مناعية نستخدمها قبل ما نوصل للكيماوي. نعم. بحيث يتم السيطرة على الورم ويمنعوا أنه ينتشر بزيادة ويتم قتل الخلايا السرطانية. نعم دكتور، هل هناك نسبة يعني لأعداد الوفيات بهذا النوع من السرطان في مثلا في المملكة، في دول الخليج العربي عربيا، هل هناك أرقام؟ أرقام الوفيات موجودة، هي أرقام الحالات صراحة. نعم. ولكن أنت بحاجة لسنوات مشان تتابع الوفيات اللي بتصير. نعم. من هذه الأورام. أعداد الوفيات اللي بتوصل للوفيات هي قليلة، ممكن لا تتجاوز 20% من حالات السرطان. نعم. ولكن حتى لو كانت كل روح غالية، كل روح مهتم فيها. نعم دكتور، احنا ذكرنا في بداية مقدمة الموضوع انه سبب الإصابة الوراثي هو يعني يحتل 9% من أسباب الإصابة، ولكن الأسباب الأخرى، وذكرنا احنا مسألة نمط الحياة السيء، ما هي الأنماط اللي قد يعني تخلي الإنسان لا سمح الله يصاب بسرطان البروستات؟ هل هناك يعني عادات سيئة؟ هل هناك نوع من الغذاء يعني يستوجب إنه الإنسان ما يتعامل معه؟ لو تكلمنا عن هذه الحالة، لأنه إحنا يعني 9% من عدد الإصابة وراثي، يعني نسبة تقريبا قليلة. بالضبط، هي نسبة الإصابة من ناحية وراثية قليلة. الآن الإنسان عنده تاريخ مرضي، مثلا والده أو أخوه عنده سرطان البروستات، عنده ارتفاع 2.5 ضعف عن الناس الثانيين انه احتماليه اصابه الورم، اذا. نعم. الوالده عندها سرطان الثدي كمان في ارتفاع في احتماليه الاصابه بسرطان البروستات عند الشخص. تقدم العمر، زي ما تكلمت في بدايه اللقاء، الناس اللي من اصول افريقيه هذول بيزيد الاحتماليه عندهم. الاشياء الغذائيه هي الاكلات اللي فيها نسبه دهون عاليه، الالبان اللي فيها نسبه دهون عاليه. نعم. الابتعاد والتقليل من الخضار والفواكه، الكثير من اللحوم الحمراء يزيد. نعم.
في احتمالات الإصابة بالمرض. نعم. الأوبيزيتي أو السمنة ثبت أنها بتزيد احتمالات الإصابة في سرطان البروستات. نعم. وهي كمان لها علاقة بقلة الحركة. يعني بالنهاية هي كل أمور مرتبطة ببعضها. يعني إذا أنا بلعب رياضة بمارس بكون سليم في عادات الغذائية. نعم. بأكل أكل صحي، خضار وفواكه، التوت والطماطم والبندورة، هاي ثبت في بعض الدراسات أنها بتقلل احتمال الإصابة في سرطان البروستات. فبالنهاية رح نوصل إنه صار عنا في البداية توعية إنه إحنا نعمل فحص مبكر، لأنه في واحدة من الدراسات في السعودية فقط 17% من الرجال يروحوا مشان يعملوا فحص مبكر لسرطان البروستات. نعم. يعني عنا أكثر من 83% من الناس ما بيعملوا الفحص. احنا يعني دكتور بهذه المناسبة احنا يعني ندعو للجميع انه يقوم بالفحص المبكر لكل الرجال لأهمية هذا الشيء، وكل ما كان اكتشاف بوقت مبكر كل ما زادت فرص العلاج. دكتور حسام القضاء شكرا جزيلا لك، وان شاء الله اليوم نورتنا بصوتك، لكن ان شاء الله المرة القادمة يعني نكون صوت وصورة بإذن الله. شكرا جزيلا. نرجع لسارة. سارة، أنا أتذكر أنه في كثير مثلا من الحملات بما يخص إحنا الشهر الماضي وسرطان الثدي، كان في كثير من الرجال مثلا يتعاطفون أو يحاولون يكونون بحملات توعوية وأنهم يحلقون شعر الرأس، ولكن المرأة الآن إذا تتعاطف مع الرجل هل يعني شو تسوي؟ تربي شنب ولا شو تسوي؟ من شو الحلو اللي عندك؟ في مشاهير حطوا شنب الفيك، يعني إنه الستيكر بس عشان وتصوروا ونزلوا الصور بس عشان يتضامنوا مع هذه الحملة.